الموجودة بالأم وبالبي. أنت بي وهو أم كمان، من قبل ما تحبلي وأنت وحامل نيناتنا. We are pregnant بنقول بأمريكا، وهون كمان أنت ناطر لحو بقلبك لهالجنين فيك، مش صبي أو بنت. إن شاء الله الله يبعث لك ولد. شو بكون ساكتين؟ خلفتوا بنت؟ اليوم ما بقى في أم بسببنا، سامحونا. صار في بس فنانات، وإذا خلفي بالمستشفى وبيجي هالأكل وبيجي هيك، وبتعرفوا شو أنواع الطبع الطبخ هالمستشفيات، ما بتردي حليبك مش منيح مدام. شوفي هذا الحليب أحلى، الحليب اللي عندك ما فيه هيك. بيجي الدكتور الدكتور بيحكي، هو بيفهم أكثر من الأنبياء، عم نصدق الأغبياء. وصار هالولد عمره 4-5 أشهر بيحضر مع أمه، ما كان ببطنه عم بيحضر حمير السلطان، ولا بيحضر كل هالمسلسلات وهي. بعدين بتحطوا أمه على الكرتون، كل الكرتون مشفر، كل الكرتون مشفر 100% بأمر. مشان هيك أولادنا مرضى عملوا على الساحة عنا بالأشرفية، لاقيني على الساحة القط تي في عملوها، وفي مكنة اسمها سينكرو، كان 22% التلوث، صار 72 الساعة 9 من عشية. تاني يوم الأطفال معظمها راحت على المستشفى، ومات 52 طفل خلال كم يوم بسبب الأدوية وهي وهي، ولكن بسبب هالأمات المنا أم وهالبيات المنون بي، ما بقى في أبوة وأمومة. شو عم يعملوا هالولاد؟ بيخلقوا بدهم تلفزيون، بيخلقوا صار عندهم عايدهم تلفزيون، وبيفهموا أكثر من الكبار كيف بيعملوا هيك، وبتنام معه بالفرشة وبتغطي منامقة. بكرة في مدرسة، ما رح تصدق. قالت له أمه ما رح جيب لك هاي إذا ما بتطلع الأول بالمدرسة. كيف طلع الأول بالمدرسة؟ عمره 7 سنين، شفته وقت صارت حادثة البنت وقتلناها. قال له للمعلم لازم اطلع الاول تأمي تعطيني هيك. قال له انا بطلعك الاول. طلعوا الاول المعلم. قالت له شو صار ابننا شاطر؟ قال له بس ما انت قلتي له بدك تجيبي له هاللعبه. جابت له هاللعبه، هني عم بيلعبوا لها بابنها، وجابت اللعبه ابنها طلع الاول. المهم يجيب اعلى علامه بالصف. ما في لزوم يقدموا امتحان هلا البنات عنا، شفت اثنين عم بيلموا معهم تشيك. مين بيمضي؟ بتنخي. قد ايه عمري؟ 13. وانت؟ 14. وانا 8. بنتين نزلوا على القهوه وطلعوا. قال لي شو ما تكفيهم؟ هودي سوريين عرب عرب عربين اكراد. شفت بنت؟ ما حدا للشباب اللي معنا باستديو ما حدا ما بيتكفل فيها وبيتبنيها قد ما انها حلوه. 8 سنين واسمها حلوه، شو هالعينين بحياتي ما شفتها هيك، ما شفت، انبهرت فيها. يا الله انا مره كبيره وما عندي حدا بالبيت وما حدا بيخدم، بتبنى اتكفل هالبنت بس بدي اشوف حدا. اجا واحد، هي وحده هيك واقفه بالاشرفيه عساسين، نزلها مطرح جراج سيارات. قلت له لا، لوين اخذها؟ قال لي كان في طريق مش لك هي. ما فيني لكم، من اول دركه ثاني دركه ثالث دركه. شو فريقه التاكسي $5؟ هي سوريه. قلت له يا خي هيدي طفله 8 سنين بالأشرفية أحساسي. قلت له طيب بدي أسأل ما عندها بي ما عندها هيك؟ قال لا، هودي شي 12 ولد، في واحد بيجي بيفلتوا هو اللي بيقبض. صدوم وعمورة. شفتوا يلي الأولاد، أنا من شي 70 سنة
صار عنا حادثة بالأشرفية، جايين من ضيعة، بي جيبنا على بيروت ندرس وفوت على المدارس. صار في راديو، في تليفون، بعدين في تلفزيون، كلهم يجي صاروا عند بي وامي، بي حط تلفزيون في بنايه تانية بالشارع عنا، ارمن كلهم تقريبا، شافوا له صاروا يصرخوا يا حكيم اركون. ركعت بي وعم بيسب، امي وقفت وكلنا بتذكر، فوت على الباب كلكم وزربونا. بنايه اللي حدنا اول طابق شبابيك بتتسكر وإلى حديد عالشبابيك، لأنه هيدا أول طابق أكيد في حرامي. ثاني طابق في منهم يحطوا حديد، الثالث لا، الرابع لا، الخامس السادس، أكثر من هيك ما في، ما كان في أنسانسير، ما بتطلع أجر هيك، بس في كهرباء. تري في ولد بالطابق السادس شاف سوبرمان على التلفزيون، عنده جواني هيك مثل الشرشف، ربط شرشف هون وشرشف هون ونط. شو بدك يعملوا هالأمات والبيات؟ الحق عمين؟ كلهم بدهم يحطوا حديد على الشبابيك؟ كلهم بدهم يسكروا؟ لشو هالتلفزيونات؟ بس في التلفزيون راحت العيلة. بنسكر التلفزيون هلا بايدهم لحيان، شيلون كلهم ما تشترون بقى، مشان هيك اللي عم بيصوروا الببو ما بقى في بصمات، ما بقى في هالدويره اللي هون، اعملوا هيك وشوفوا ما في. بياخد انباط اوقات ستة ما بتدق، خمسة ما بيدقوا، شو هيك؟ اطفال بصمات ايديكم وين راحوا؟ صوت ما بقى تعرف رجال او مره عم نحكي معه. هيدا خنتي، هيدا يا اخوتي، هيدي بسببنا انت رجال 70% ذكر 30% انثى، انا امراه 70% امراه 30% ذكر، يين يانغ ذكر وانثى. ثاني جسد انا 50-50 انت 50-50، لا هيدا لا فراو، اله انتبهوا هيدا نور، كلنا متوازنين بالنور، كلنا عيال الله وكلنا نور من نور، اله من اله، اله حق من اله حق، مولود غير مخلوق يساوي الاب في الجوهر. بس هلا راحت الاورا، واحد كيرليان اللي عمل مكانة الأورا وجبني قلت له، قال لي خيي أنا روسي بس إنه أنا أرمني، وإحنا عنا إياها بالدين، وكلنا عنا إياها بالدين بكل الديانات وكل الطرق وكل المذاهب، كل شيء بتشوفه نور، بس صار هيدا نوره غاشي ماشي ما عم بيقشع. بتلاقي الولد ببرزق عينيه، إجت أم لعندي وجابت لي ولد مريض داون سيندروم هو سموه، ما فيني لكم ببرزق عينيه I love you. مد ايده مسك لي ايدي. خدم. انا كمان. مسك له اجره. مسك له راسه. ما قبلت لامتي بدها تغير الدواء وهيك وهيك. قالت لي اخته اكبر منه مثله كمان. قلت لها انا بساعده كل شيء بعطيك. لا خلص ما بقى اعمل شيء ببلاش، لانه الصرميه بيدفعوا حقها، اعتبروني صرميه، كل شيء بدي اعمله بدي الله. ما بيقدروا الا اذا دفعوا. تدفع بترفع، هي بترفع التنوره يعني. هالطفل في تناغم بيني وبينه، مسلم. قلت له بيلعب هيك بايده معه مكنه، قلت لي ايش اعطي كثير فيها. لانه ما في ام، صار بده يفتش على شيء ثاني، هودي بتحبه اكثر هالمكنه. مثل هيدا الكوري اللي عمل هالغنيه تشك تشك تشك. طيب يعني رقص انت، ما نحن عندنا الدبكه، مشي ادبوك.
طلع مصاري وملايين ومليارات، شو عملنا؟ شوفوا الأغنياء كيف عم تنتحر. فيك تشتري أحلى قصر، فيك تشتري أغلى دواء، تشتري صحة، تشتري فرح، بتنام على أغلى مخدة، تشتري النعاس، بتقعد على أجمل وأغلى كرسي بالمليارات حقها من ذهب، وهي فيها راحة. قال له أرحنا يا بلال. مشان هيك اليوم الناس عم بتفل من لبنان، بنوع خاص من أمة العرب. برا في علم وفي هالمكانات وهي، بس في علم بتلاقي في محطة اسمها Learning Channel، Geographic Channel. نحن برامجنا كلها بتجي منين؟ بنشتري البرنامج من برا ولازم يتطبق. ما أنا على الوقت طلعت على OTV وغيرهم، يعني كتار منكم لبقى تطلعي مريم منك بهالمستوى، ما على شيء من وقت لوقت بتصيروا تشوفوا الفرق. كتار منهم نعم بتشوفوا الفرق لما بتشوفوا الليل والنهار. بلا يوداس ما بنشوف المسيح، يوداس فيي والمسيح فيي. قلت له لازم تغيروا السيستم البرامج. قال لا، هيك انفرضت عليهم، بيدفعوا لهم انه هيك لازم يكون برامجنا. ما عندنا نحن ابداع، لازم نكون قطيع. الحقوا القطيع، نحن مش قطيع وانت مش خروف. نعم انا راعي وانا رعيه لإلي، بس هالراعي وهالرعيه مش على الخروف خرفان. نحن خليفة، اختلاف بس مش تخلف، انتبه. فإذا ننتبه شو عم بيصير. ليكو كيف كان من زمان البابا والماما وجده يقعدوا يحكوا مع الأولاد الصغار. قال له جده بدي أقعد معك، أنت عم بتخيل. قال له إيه يا جده، رح أقعد أنا وياك ونخيل. ليك هالمقص أعطيني إياه، مقص حلو كتير، جيب لي هالشقفة القماش. جيبها قصة جده، حط له مقصة هونيك. جده اعطيني هاي الإبرة، اعطاه الإبرة. جده قدر يفوت، صار يخيط يركب هالقماش. قال له البسها، قلت لك اياها لك هيك تي شيرت او شو ما كان. اخذ هالابره جده، وين حطها؟ هون بالطربوش بالحمامه باللفه. قال له جده هيدي شقفه صغيره حطيتها هون، وهيديك مقص حلو كبير كبيته هوني. قال له ليك يا جده، انا عندي مقص رح هو فيي بفكرنا، هيدا منيح هيدا مش منيح، هيدا عاطي هيدا هيك، هيدا فقير هيدا غني هيدا اسود هيدا ابيض، هيدا فخامه ورئيس جمهوريه، هيدا امير، هيدا بس هيدا احلى، لا هيدا هيدا مع مصر. قال له هيدا الفكره عندي فكر كافر وماكر وماهر وكلها، بس جده الابره تجمعهم تجمعهم تجمعهم. بدي اجمع الشر والخير، بدي اجمع الفقير والغني، بدي اجمع الابيض والاخضر والاصفر. جده قال له كيف بدنا نجمعه؟ قال له يا جده تعا انا وياك هلا نتفرج ونشوف. بيجي الربيع، قال له ايه حلو هي الربيع، هيدي الصور ليك يا جده الربيع وشو حلو هي. وهيدا الخريف، قال له ما طيب انا بصير يوقع الشجرات. قال له اذا ما وقع الشجرات يا جده ما بيرجع يفرخوا، اذا ما هرد شعره ما بتطلع، اذا ما اجاني وجع والم ما بحس بجسمي. قال له بس يا جد انا الشتي ما بحبه، بحبه لانه ما بنروح على المدرسه. قال له بس يا جد الشتي اذا ما شتت الدنيا ما بيطلعوا الزريعة، بالصيف يا جد بنرتاح كمان وبنروح وبنحضر الصيد. هالفصول الاربعه الخمسه هيك بتناموا مع بعضهم يا جدو، بيرقصوا مع بعضهم مثل انت وخيك واختك وبنت الجيران وابن الجيران وانا وفلك وكلنا. فاذا هيك كانوا يعلموا بعضهم مش بهالمكنه. وقت اجت هالمكنه على ايدينا ما فيني الكم بتنام معنا بالفرشه بالسياره، ولو انت عم بتكرجي ابنك حاطين له وحده على هاي الكراجة.
24 ساعة إذا واعد يوعى عليا وبدام عليا. قلت لها فيني أحكي معك إلى جوزك؟ قال لي ختم عجلة هي بدبي. قلت لها اعملي له فحص دم، أنا باقي هون تلفني. بعد ثلاث أيام فيني نفس النهار تلفنت لي، إيه نعم سرطان بالدم ابن ثلاث سنين. حكيني الطبيب قال لي كيف عرفتي؟ نحن عملنا فحوصات. من سمائهم تعرفونه، عيونه مغربة. ما بدي اياها هيك ولا بدي اياها هيك، العين هي الشمس، شمس المعرفة بالنص. الكتاب اسمه يو ار اول سان باكو، كلكم مغربين. ويلي بغربوا انتبهوا، مثل الملك فيصل كندي، كتار منهم بيموتوا قتل او حادث سياره او هيك، لانه هو بيبقوا اذكياء. خلص اللي بدهم ياخذوها اخذوها، بس اترك الوقت يجي حسب الصحه، حسب ما نحن. هيدا كتابك، ما تنتحر. انتبهوا شو عم تاكلوا، انتبهوا مين بتعاشروا، شو بتقروا، مع مين عايشين أكتر شيء، مين صاحبك مين صاحبتك، كل من تعاشرك كل كمان أنت. انتبهوا يعني، هلأ التلفزيون كل الوقت برامجنا هيك، جيران كل الوقت بيطرطوا، هيديك بالليل بجروا تبع الزبالة النفايات، يعني عجقة السير التزمير. فإذا وين الحل؟ عن الناس معزلة قد ما فينا، بيت من عنكبوت كتير على اللي بيموت، من أي ضيعة من أي قرية إنت. أو أنا بطلب من شبابنا ومن جيلنا اللي مش قادر بقى يعيش بلبنان، كندا، أمريكا، أفريقيا، وين ما رحت أحلى من الوضع اللي نحن فيه بأمة العرب كلنا. صحيح هلأ بلبنان ما في حرب، بس على شفير الهاوية ما في حرب، بس الحرب بالبيت. اللي فوقك بيطرطق، اللي تحتك بيطرطق، على يمينك على يسارك، السيارات رح يضربوا بعضهم، هيدا عم بيزمر هون، هيداك عم بيسب التاني، هيداك عم يعمل هيك. وصرنا لازم نكون كلنا بحزب، لان ما في عائله، ما بقى في قرايب، الاقارب عقارب، والاولاد اولادكم فتنا فاحذروهم. صرنا بدنا نفوت بحزب لحتى بركي كل اربع سنين بيبعث لي كيس سكر. وقت بيكون عايزك بيجي بيسلم لك عيدك، بس يطلع بينساك. خلص صرنا سلعة للبيع. فإذا أنت منك سلعة، انتبه، منك عدد، أنت عدة قد ما فيك. انتبهوا، لأنه اليوم بهالأيام اللي عم نعيشها كلنا، نعم عم نعيش على شفير الهاوية، وسببنا كلنا هالأم والبي يلي قاعدين كل الوقت ما في شي عم يقروا، ما في شي عم يعملوا أبدا. بدنا نغير نظرتنا بالحياة أنت وأنا، نظرتي ونظرتك. في ليلة رأس السنة قعد واحد مؤلف كبير من كبار اللي كتبوا كتب منيح ومهمين، قعد يكتب كتاب وورقة وقلم وقاعد عم يكتب. فكتب بالسنة الماضية عملت عملية تشلت المرارة، قعد كذا شهر بالفرشة. صار عمري 60 سنة، تركت وظيفتي المهمة بدار النشر، وهلا أنا قعدت فيها 30 سنة وتركت، ومات بيي كمان، وابني بالبكالوريا سقط بالفحص، ما قدر فوت على كلية الطب لأنه كمان عمل حادث سيارة. شو هالسنة السيئة اللي عشت فيها؟ فاتت مرته لقيته مبشر وقاعد وعم بيكتب، حطت إيد عليه وطلعت شو عم بيكتب، بست وراحت جابت له ورقة، أخذت قلم وورقة وكتبت هي. في السنة الماضية شفيت من آلام المرارة يلي عذبتك سنين طويلة، بلغت الستين وانت بتمام الصحة، وتفرغت للكتابة والتأليف بعد أن تم التعاقد معك على نشر أكثر من كتاب، وإلك كل كتبك المهمة. عاش بيك صار عمره 85 سنة وما مات مريض وما أذي حدا، مات بهدوء وبسلام. ونجي ابنك من الموت بحادث السيارة وشفي بأي ما يكون عنده أي عاهات مضاعفة. صحيح ما تعلم يفوت على الطب، ولكن الشغلة اللي عم بيعملها ابنه هو بحب يرسم، بحب يدق موسيقى. وقالت عبارتها الأخيرة، يا لها من سنة تغلب فيها حظنا السيء على حظنا
بدي اقول لك صار عندنا الحزن، لانه حزنة الحسن تغلب على حزنة السيء. انتبه وقت بنحكي الكلمه نتفركش، لانه هيدا السيء بده يغلبنا، لا نطلع فيه ونشكره منه ونتعلم من الالم، نتعلم من الشيطان رجمانه، نتعلم نكون شيطان رحمانه. فلنغير احبتي نظره التشاؤم في اعيننا كلنا. قال له تفاءل بالخير تجدوه، شو ما شفت هيدا عم بيزعجك، نطول بيننا ونطول بيننا، معناته يه بدي انقل من هون لهون، نقلت من هالبيت ونشي نقلوا من البيت، نهدت البناية، شفتي معناته كان هيك لازم يكون. الله أدرى بحاله. تتذكروا يلي غرقت السفينة ومدري شو وماتوا وهيك، وكان بقي هيدا وحده وقعد هونيك جزيرة وحده. عمر كوخ، يا الله ليش عملت فيي هيك؟ ليش عملت فيي هيك؟ طيب عمرت الكوخ انا وفي خضره وفي فواكه هون وباكل ومدري شو هيك. يا الله يا الله، ولو عمرت الكوخ حرقت لي اياه؟ منك شايف ما عندي غير هالكوخ؟ يعني ما عندك منك فاضي انت تحرق الكوخ؟ شو؟ اجت السفينه، شو خطوره؟ شو جابكم لهون؟ قالوا عم نفتش عليك، صرنا نفتش نفتش. أكيد بعد في حدا، يعني شفنا هالجثث بعد في حدا ناقص، شفنا دخان طالع من هون، قلنا تعالوا نروح مطرح ما في دخان، بلا دخان ما فينا. سامحوني سامحوني. وهيك نحن، وهي رح فرجيكم الصورة خصوصي انتو بالسعودية. شوفوا هيدي، ما بعرف إذا رح تطلع، نحن بنقول لوز، كلنا بلبنان بناكل لوز أخضر، بس سافرت لبرا وسافر هيك صير خبرهم كيف بتاكلوا؟ بنقول لهم إيه بناكل لوز، بنحطه هيك بالملح وبناكل، وجنارك كمان بنحط الملح وبناكل. بتاكلوا من هاي؟ أكيد هني هاي للعصافير، صرنا ناكلها بالله عسيج البوريس. طيب بدي لوز وهي، شوف هاي بالسعودية يا خي عبد الله، هيدي بتشفي من امراض كثيره. كنت اتحدث اليوم مع امي عن شجره اللوز لاني اول مره بعرف شكلها، قالت انه هيدي بمنطقه جنوب الطائف وبالتحديد بمنطقه بني مالك اشجار اللوز مثل الغابه، ويسمى اللوز البجلي، حتى انه كان يصدر خارج السعوديه. ويقول والدي بدايه اختفاء الاشجار كان عندما اجت وزارة الزراعة للمزارعين جبت لهم المبيدات الحشرية والكيماويات كلها، وصارت تموت الأشجار والشتلات والأشياء اللي تطلع عنا بالطبيعة، ماتت كلها. ومع أن الزمن ما عاد في شجر منيحة، قلت الأمطار وقلت الاهتمام، ما بقي إلا جزء قليل، وسعر اللوز اليوم غالي كثير عنا، ومرشوش كله كيماوي. نحن نشتري اللوز ولكن الأخضر الذي لم ينضج بعد خلال شهر تقريبا متوفي. هيدا الشكل موجود. هاللوزه يلي موجوده بالسعوديه ورقها مثل ورق الغار عنا، بتغلوها وبتشيل كل الشحوم والدهون. وخلوا اولادكم من وقت لوقت ياكلوا حبه لوز بعد ما استوي، معلش طريه وطيبه، بس حطوا له ملح، لان كل شيء فج بلا ملح بيطلع اولادنا مشوهين. بس ناكل شيء ما استوى حطوا ملح. الملح شو بيعمل؟ بيضمه، ما بيخلي الولد يطلع راسه كبير ومشوه ومعاق، تعيشي كل الوقت تتوحمي على الجنيريك او على اللوز الاخضر بلا ما تحط توحمتي. ما هيك خلصنا نشرب كل المحيط. انتبه شو تاكلي انت وحبي، لانه هالجنين عم ياكله ما بحبها. اذا انت بتحبي لا تاكلي لندخنه، دايما حط ايدك وغنجه انه دادي يا حبيبي انت، يا حبيبتي ماي دارلينج، يا حبي انت، مش تقول له انت صبي، مش دغري بلش عيطورك ابو انطون وابو علي، لا. كل واحد منا يعرف انه هالجنين انا المسؤول عنه، هي اجلنا، هودي مستقبلنا، هن عم بيكرجوا لقدام، مش انا ربيتك تتهتم فيي.
اكرم اباك وامك، مش حبهم؟ محبة هيك بتكرمش. ما في الا الرحمة وسعت كل شيء. ارحموا من في الارض يرحمنا من في السماء. الرحمة ما إلها وجوقفة، بس صارت ايموشن نت كومباشن، صارت رجمة مش رحمة. منعتله هم ومنخبره انه انا خلفتك وانا امك وبيك ومجبور انت فينا، ليش عم تعمل فينا هيك وكذا؟ منه مجبور، اكرم، لانه هالام نعم يكرمها، بس في عنده مرته واولاده، هون المحبه. مش ينفع، شفتي بس هالمره صارت الكلمه هي السبب، كان يحبني كثير. دائما مشاكلنا كلمه وحمى، صحيح بنعمل نكت عليهم يعني، بس انه لانه فينا حقيقه. والاولاد بيكبروا هيك، الماما والبابا بيتخانقوا، والتيتا وجده بيتخانقوا، والجد بحب الحفيد لان بشوف طفوله اللي ما عاشها بحفيده. اذا البي عم بيضرب ابنه بيجي جد، جده تعال تروح انا وياك نلعب تنس، جده تعال تروح انا وياك على البحر، جده، لان هو ما كبرت فيها الطفوله. كلنا ضحيه الضحيه وكلنا ضحيه الجهل، ما عرفنا نربي حالنا ونربي اولادنا، ما عرفنا. انا وردت هالمشاكل من امي، وردتهم لبنتي، بنتي وردتهم لبنتها من الوف السنين لليوم. فاذا هلا شو بنقول؟ الماضي مضى والمستقبل غريب، الان هو الزمان والمكان، الان انت مع هاي الاكوان وواحد كلنا مع المكون. شو بنعمل؟ كل واحد منا ننتبه. رح فرجي صوره ونقربها كثير كثير لهالصوره. هيدي نكته صحيح، بس اولادنا قد ما عم بياكلوا هيك همبرجر وماكدونالد يلي اسمها فود كيلينج فود، عم بيصيروا اولادنا بهالامراض. انتبهوا، غذائكم دوائكم ودوائكم غذائكم.